إن معركة سيف القدس فتحت آفاقاً كبيرة أمام طموحات شعبنا في الحرية والعودة والتحرير، وعلينا عدم التفريط بما أنجزته المقاومة. إن معركتنا السياسية القادمة لن تكون أقل ضراوة من عن معركتنا العسكرية. لذلك على كل قوى المقاومة واجب ترتيب أوضاعها والتوافق على رؤية موحدة حتى لا يفرغوا نصر شعبنا من محتواه.